لمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام ينضم الي عبر الهاتف الاستاذ هاني فاروق نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. استاذ هاني، اذا لليوم الثاني يصوت المصريون في الخارج في الانتخابات الرئاسيه 2024، تقييمك لسير العمليه الانتخابيه حتى الان؟ مساء الخير على حضرتك. اولا المشهد الانتخابي ومشاركه المصريين في الخارج في الحياه السياسيه واختيار المرشح الرئاسي هو انعكاس لما يقوم به المسؤولون في الخارج من إعطاء صورة حضارية للعالم أجمع حول دورهم في ممارسة الانتخابات واختيار مرشحهم لإكمال مسيرة الوطن بكل حرية وديمقراطية في ظل المرحلة الحالية التي تمر بها هي التي تنقسم إلى شقين. نحن في مرحلة البناء والاكتماء وإكمال الحلم والاتجاه نحو الحلم الجمهورية الجديدة. نحن في مرحلة مفصلية تتطلب من جميع أبناء الوطن أن يختاروا من يرونه يصلح ليقود مصر إلى بر الأمان ويقود مصر في الحفاظ عليها ضد المتغيرات الموجودة على الساحة العالمية والإقليمية. أيضا خلال الفترة الماضية شاهدنا متغيرات كثيرة جدا ومعطيات كثيرة جدا تجعلنا أن نقرر وأن يكون مصيرنا بأيدينا. هذه الانتخابات أعتبرها مرحلة انتخابات فاصلة في التوجه نحو مصر الجديدة الجمهورية الجديدة التي ينبغي علينا أن نكون حريصين على أن نكمل المشوار مشوار البناء الذي بدأناه منذ عام 2014 بناء مصر المستقبل التي تتطلب من جميع أبناء الوطن سواء في الداخل أو في الخارج أن يكونوا هم اليد الحقيقية في إكمال الحلم وإبناء وبناء مصر المستقبل. يعني أستاذ هاني، أيضا لو تحدثنا على صعيد التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين والمصريين في الخارج. طبعا هناك تيسيرات كثيرة جدا تقدمها الهيئة العليا للانتخابات للمصريين المتواجدين في الخارج من حيث إمكانية الإدلاء بأصواتهم بكل يسر وسهولة سواء للمصريين الذين هم موجودون في رحلات عمل في الخارج أو الموجودين في أو يعيشون في الخارج. بالطبع هذه التيسيرات تتم من خلال مراحل متعددة من خلال سهولة وصول الناخبين إلى المقار الانتخابية وتوفير العديد من المقار الانتخابية التي تسهل على المواطن الإدلاء بالموطن. أيضا إصدار الوثائق والبطاقات الشخصية أو جوازات السفر التي تتطلب تجديدها خلال إجراء الانتخابات الرئاسية أو قبلها. هناك تيسيرات متعدد كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة في التوجه نحو اللجان الانتخابية. نحن شهدنا حالة من المشاركة الشعبية من جميع أبناء الوطن المقيمين في الخارج من جميع الفئات العمرية الذين هم انعكاس لحاضر مصر ومستقبلها. بالطبع هذه الصور الحضارية تؤكد أننا نعيش حالة ديمقراطية فريدة من نوعها، حالة ديمقراطية أننا نسير في مرحلة البناء والتنمية في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة. بالطبع لنا كل الفخر بأن نشهد هذه الصور المضيئة كافة قطاع العالم في أكثر من 196 دولة حول العالم. المصريون يشاركون في الانتخابات يدون بأصواتهم بكل حرية وبكل سهولة. طبعا هذه الصورة الحضارية تؤكد أن مصر هي الحضارة ومصر هي التاريخ ومصر هي المستقبل. أيضا المسؤولية الإيجابية والمشاركة بإيجابية في هذه الانتخابات، أهمية هذا الأمر بغض النظر بطبعا الاختيارات؟ طبعا نحن نتحدث عن أهمية المشاركة لأننا كما أؤكد دائما أننا في مرحلة اكتمال الحلم. الدولة المصرية عبر السنوات الماضية قامت بالعديد من المشروعات القومية الكبرى التي انشقت بالوطن بأرض مصر إلى مصاف الدول الكبرى، إلى مصاف الدول المتقدمة التي تعمل على احتواء أبنائها سواء في الخارج أو في الداخل. كما رأينا الدور المهم جدا لوزارة الهجرة والمصريين في الخارج من خلال إقامة المؤتمرات التي تشرك أبناء الجيلين الثاني والثالث
المقيمين في دول العالم وأهمية إدراكهم وأن يكون لهم دور في الحياة السياسية ودور في بناء مصر كم وجودهم غاية في الأهمية بأن يكونوا امتدادا لمصر في دول العالم. هم صور حضارية مضيئة، نحن في مراحل سابقة انتقلنا إلى حالة الاستماع التي كان ينبغي أن تكون موجودة من أوقات سابقة لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين. نحن رأيناهم الآن متواجدين وبكل قوة يسهمون في إعطاء صورة حضارية لمصر في الخارج، يسهمون في بناء بلدهم، يسهمون في الترويج لمصر أيضا والدعاية لمصر من خلال وجودهم كنماذج مترسة وعلماء في الخارج. نحن نضع على عاتق هؤلاء الشباب المسؤولية في تقدم مصر نحو المستقبل وتحقيق الأحلام. الدولة تسعى بكل الطرق الممكنة لاحتواء هذه الأجيال الجديدة ومن خلال إقامة المؤتمرات يأتون إلى مصر ليعرفوا الصورة الحقيقية وينقلوها إلى الخارج. الدور المهم لهؤلاء الشباب لا يمكن أن ننكره أبدا، ونحن شاهدنا عبر المؤتمرات عديدة أقامتها وزارة الهجرة وبتنظيم من الدولة المصرية كيفية احتواء هؤلاء الشباب في أن يكونوا صورة للوطن في الخارج. أعتقد أننا أمام مرحلة مهمة جدا تتطلب تكاتف الجميع في بناء مصر المستقبل، في مرحلة مهمة لأن يكون كل فرد وكل مواطن سواء داخل مصر أو خارجها هم وقود وتقدم الأمة وتقدم الأمة المصرية نحو المستقبل. بشكرك الأستاذ هاني فاروق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام.